يدعو ائتلاف نهائيون ضد الانقلاب الشعب المصري العظيم الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع دستور الانقلاب المزمع عقده يومي 14 و15 من يناير الجاري، مؤكدا استمساكه بالدستور الشرعي الذي استفتي عليه الشعب والذي اقره في ديسمبر من عام 2012 بنسبة موافقة بلغت قرابة 64%. ويؤكد ائتلاف مهنيون ضد الانقلاب أن موقفه الداعي إلى المقاطعة يستند إلى أسباب موضوعية قانونية وإجرائية، أبرزها أن هذا المشروع المزمع الاستفتاء عليه هو باطل ابتداء لأنه صادر عن سلطة وجمعية تأسيسية غير منتخبتين، إذ جاء بقوة السلاح وليد انقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة، كما أنه كتب في بيئة غير مواتية بالمرة ومليئة بالاستقطاب والانقسام المجتمعي والتحريض على البطش والكراهية، كما أن هذا المشروع مكتوب على دماء الشهداء لأن سلطات الانقلاب لم تتورع عن قتل الآلاف من المصريين وإصابة ومباحقة واعتقال آلاف منهم لكونهم رافضين لهذا الانقلاب. فكيف يؤتمن المجلس العسكري بعد أن أضاع نتائج خمسة استحقاقات انتخابية سابقة وقام قائده العام بهذا الانقلاب على إجراء هذا الاستفتاء، لا سيما أن ما أسموه خارطة طريق الانقلاب ذات اتجاه واحد هو نعم للدستور، وأنه قد تم إلغاء فرز أصوات المقترعين في اللجان الفرعية والاقتصار على الفرز في اللجان العامة، فضلا عن حملة الدعاية السوداء التي تشنها أحزاب أقلية الانقلاب التي تمسك بزمام الأمور في البلاد حاليا لإقناع المصريين بالمشاركة وقول نعم وفقط باستخدام المال واستخدام الدين. ويحذر الائتلاف من أن المشاركة في هذا الاستفتاء تعني اعترافا صريحا بهذا الانقلاب وشرعنة له، في حين أن عدم المشاركة تفقده شرعيته الشعبية مهما كانت نتيجته، كما أن مشروع الدستور المزمع قد وضع في سرية تامة ولم يكن مجرد تعديلات دستورية كما ادعوا، وذلك بالمخالفة لخارطة الطريق التي وضعها العسكر، فضلا عن أنه يحصن وزير الدفاع الحالي ويخضع المدنيين للمحاكمات العسكرية أمام القضاء العسكري، مما يجعل المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة ودولة داخل الدولة، كما أنه يهدد بتقسيم الوطن لأنه يتبنى فكرة الكوتة للشباب والأقباط والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على أنه شهد تقليصا واضحا للمواد التي تتعلق بهوية الدولة وشريعتها الإسلامية ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية، بما يمثل ردة حقيقية عن حقوق وهوية الشعب. والأمر هكذا يدعو ائتلاف مهنيون ضد الانقلاب جماهير الشعب المصري العظيم إلى النزول يومي الاستفتاء المزمعين 14 و15 من يناير الجاري إلى الميادين والشوارع في جميع القرى والمدن والمحافظات بمصر العظيمة لممارسة حق أصيل لهم هو التظاهر السلمي ضد هذا المشروع الجائر والتعبير عن رفض الاستفتاء ورفض الانقلاب جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ائتلاف مهنيون ضد الانقلاب، القاهرة 4 يناير 2014.